والبعض كان يدخر من ماله ليوم عرفة. حكيم بن حزام كان يعتق في يوم عرفة وحده 1000 عبد ويذبح 1000 ناقة، حتى أن الناس لما يروا هذا المنظر يضجهم البكاء فيقولون: يا رب، هذا عبدك قد أعتق عبيدك، فأعتقنا يا رب العالمين من النار. شوف أنت بدك تشتري رقبتك بقديش؟ تعتق نفسك من النار بكم؟ رقبتك لو قيل لك أنك في النار تشتريها بقديش؟ اجعلها في يوم عرفة، اجعل صدقتك في يوم عرفة، يا رب هذه لعتقي من النار، اجعلها في صدقة جارية، اجعلها في قضاء حاجة مسكين، اجعلها حيث شئت، المهم ادخر لنفسك صدقة تكون خبيئة لك عند الله سبحانه وتعالى.